هلا والله شباب، يلا حيهم. وصلنا الى قلب طوكيو. صراحة بعد ما رحت كيوتو وشفت الغزلان هناك كيف محترمة جدا، صار عندي انترستنج صار عندي فضول اني اشوف حدائق الحيوان في اليابان. فانا الان في اكبر حديقة حيوان في قلب طوكيو يا صديقي، عاصمة اليابان. توني دخلتها، هذه البوابة يا صديقي، فخلونا ندخل ونشوف كيف حدائق الحيوان هنا في اليابان. صراحة الحديقة جميلة جدا يا صديقي، خصوصا اذا جيت في فصل الربيع. الطبيعة والجمال والحدائق والبحيرات هنا بشكل كبير جدا، ايضا مناسب للاطفال يا صديقي والعوايل. القرود يا صديقي في اي مكان تحصلها ملقوفه، ولكن الظاهر في اليابان جدا هادي. شوف سبحان الله الوانها جدا مختلفه، والله العظيم ما تلاحظ بين القرد واللون الحجر. بس شبلها كل ابوها بدون ذيل، عاد الذيل هو حق الكنترول يعني، شبلها بدون ذيل مشكله. هذه النعامه يا صديقي، بس ما ادري ليش كذا مقفلين عليها بالقفص. تشوف اليابانيين ينادونها بالياباني، شكلها تفهم ياباني. طبعا يا صديقي هنا لو جيت بتحصل، شوف عربات الاطفال هنا تقدر تستاجرها يا صديقي، وايضا حتى للكبار السن يعني لهم عربيات وزي كذا. كل شيء تحتاجه يا صديقي تحصله، حتى اذا عطشت ولا ودك تشرب حاجه او انك تتقهوى في هذا الجمال وهذه الطبيعه يا صديقي الجميله جدا، المكاين هذه تاخذ لك عصير ولا مويه ولا مشروبات، وايضا في كرفانات هنا تاكل منها وتستمتع في هذا المكان الجميل يا صديقي هنا في حديقه الحيوان. 1 2 3 لاطنا عصير برتقال. طبعا يا صديقي قامت تمطر، ولكن لكل مشكله حل يا صديقي. بالله شوف المطر كيف صار على اوراق الشجر في هذا المكان، يا سبحان الله. والله العظيم تقل قطعه الثلج، والله العظيم تقل جلي صدق. ليش ما يتفكك يا اخي؟ يعني ليش ما يتفكك مثل المويه العاديه يصير قطع مويه؟ شوف شوف هنا، ها سبحان الله. طبعا يا صديقي حطيت من هذا العصير، شوف شلون صار، حتى العصير يا صديقي صار كانه قطعه ثلج وكانه جلي، يا سبحان الله. شكل التميز اول شيء المميز في الورقه نفسها. بعد انتظار طويل جدا يا صديقي ما يقارب النص ساعه، واخيرا وصلنا عند الباندا. طبعا اشهر شيء موجود هنا في هذه الحديقه يا صديقي الباندا. وهنا يا ساده ندخل الى كينج الحديقه اللي هو الباندا. اما بس ذا كابتن، تعال نشوفك. شوف الناس، انا بصور لكم الناس يا كابتن. اعتقد ان داخل المكان جدا بارد علشان الباندا يستمتع في المكان. شوف شلون سبحان الله، هنا واحد وايضا في واحد جالسين. لو تشوف شوف حماس الناس كأنهم قاعد يصيرون كينج. هنا في اليابان كينج الغابه اللي هو الباندا وليس الاسد يا صديقي. هنا الباندا وهنا تحصل متحف الباندا، كل ما يخص الباندا يا صديقي تحصله في هذا المكان. حلويات الباندا يا صديقي، هذه ادوات مدرسيه الباندا. شوف ذا ايش كبره. والجميل في هذا المكان يا صديقي انهم ايضا حاطين متحف خارجي. شوف باقي الحيوانات حاطين لهم هنا، شوف هذا الدب، اغلب الحيوانات اللي تشوفها هنا كل ابوه موجود هنا. وهذا الحيوان الجميل يا صديقي لو فقط تلف زي كذا تحصله على طول، اللي هي البطاريق. مهيئين لهم البيئه المناسبه تماما. شوف شلون، شوف هذا قاعد يسبح كابتن مبسوط. كل ما تمشي شوي تحصل حيوانات جديده، حيوانات غريبه، حيوانات اول مره تشوفها يا صديقي. هنا وش فيه؟ هذه بطريق ثانيه بعد، شوف شلون يحليلهم، ولكن هذه صغار. كابتن كونيتشوا. الله شوف ذا، هذا الوز الظاهر، الله هذه لونها مثل لون الوز. شوف سبحان الله، يا سبحان الله شكله لونه غريب مره، بالعاده يجي لونه ابيض، ولكن هذا لونه مميز مره سبحان الله. يا لونه يا كابتن هاكونا ماتاتا. شوف يا صديقي سبحان الله شكله في الحقيقة، حاطين لهم مكان شوف كبر يلعبون فيه وينبسطون ويستمتعون، وهذا غرفة نومهم. هنا في اليابان مدلعين يا صديقي، والله والله مكان كبير يا صديقي. شوف الجمال، هنا مكان الأسماك عاد، يا سبحان الله ذيلها غريب مرة، تقل زعانف ذيلها. شوف كيف؟ شوف التمساح كبره، والله حجمه ضخم مرة، هذا تمساح. شوف الشخبطة يا صديقي، الظهر كله من التمساح، بس شوف ايش كبره. يا ويلي ويلا، هذا لو يعضك يا كابتن والله اتوقع انك ما تسلم ابدا، ولكن حجمه كبير مره. حاطين معي بعض السمك الصغير. شوف ذا شوف ذا كابتن سبحان الله. هي الو كونيتشوا. شوف بلا نايم، شوف عينه سبحان الله مسكره. شوف السلحفاه، يا سبحان الله هي تسبح، والله احس انها مبسوطه ما ادري ليش، جميله وهي تسبح يا اخي، اشتهيت اني اسبح. ما شاء الله يا سبحان الله. شوف اللي عند فمها، هذا عند برطمها. هذا شكلي وانا اسوي مقطع وما حد يحط لايك. يا سبحان الله. شوف هذه السلحفاه وش طول رقبتها يا صديقي، والله راسها تقل افعى، ولكن هي سلحفاه، فاعتقد هذه اطول رقبه سلحفاه ممكن تشوفها في حياتك. يا سبحان الله. سبحان الله. كابتن شوف لون الضفدع هذا، ازرق، اول مره اشوف ضفدع ازرق في حياتي. في اليابان تشوف اشياء غريبه يا صديقي، تشوف
شوف يا صديقي اشكالها، يا سبحان الله والله العظيم صدق انه شيء عجيب. يا حليلة، شوف يا صديقي اكبر سلحفاة ممكن تشوفها في حياتك. شوف ايش كبرها يا كابتن، مرة كبيرة يا كابتن. شوف الافاعي يا صديقي. هلو كابتن، ليش انت ما فيها قرقر؟ طبعا يا صديقي جميع الاشياء اللي شفتوها اليوم سواء عالم الطيور وعالم السحالي والباندا، وتتمشى وتشوف هذا الجمال كله ابوي يا صديقي بتذكره واحده قيمتها 600 ين، يعني ما يقارب 15 ريال سعودي فقط يا صديقي، 4 دولار تمتع في هذا الجمال كله. كابتن شوف الزرافه ايش كبرها يا سبحان الله. يا اخي صدق ان الزرافه لون لسانها ازرق؟ هنا تشوف الزرافات الطبيعيه صح ولا لا؟ لكن انت في اليابان يا صديقي، ولكن لو تروح المكان الثاني يا صديقي شوف ايش تشوف، والله العظيم ما تدري وش هو. هنا في اليابان يا صديقي تشوف اشياء غريبه مره، تشوف راس زرافه يا صديقي وجسمه جسم حمار. كيف يا كابتن شلون كذا الميكس ذا؟ وحيد القرن سبحان الله. شوف 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 وحيد القرن يا صديقي الحين يجي، تعال يا حلو يا كيوت، يا سبحان الله يا حجمه. شوف هذه الانثى هذاك الذكر، تشوف فواضح ان الرجال راعي مشاكل يا اخي، فما يفتحون الا بعد ما يروحون الناس وزي كذا يفتحون على بعضهم. يا اخي سبحان الله شكله، شوف كيف سبحان الذي خلقه. حتى الفقمة يا صديقي، شوف هذه الفقمة الأنثى حطينا هنا مع الموية حقتها، وأيضا هذا الفقمة الذكر. شوف الذكر ملقوف دائما ملقوف. شوف كابتن شوف شكله سبحان الله، يا سبحان الله شكله تقول شكل خنزير. هذا فقمة ولا إيش يا كابتن؟ يا والله حيوانات غريبة مرة. الله شوف ذا وش كبره يا كابتن. ها طلع طلع، يا الله 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 يا حجمه، يا الله حجمه ضخم جدا يا صديقي، ولونه ذهبي يا كابتن. شوف هذا المكان بعد مكتوب ان الحيوانات الصغيرة، والله يا اخي المكان كبير جدا يا صديقي. شوف سبحان الله، هذا ايش؟ هذا قرد ولا وش؟ شلون متعلق؟ برجوله يا اخي، والله العظيم سبحان الله. هنا تشوف اشياء غريبة عجيبة. شوف وجهه كيف، هلا والله كابتن كونيتشوا. شوف اشكالهم كيف، هلا بالعيال. شوف وقفة الأسد هذا كابتن كونيتشوا يا حلو، عطنا وجه نظرة بس. شوف البس، هذا بس ولا أسد ولا إيش؟ مشيت الأسد وشكله شكل البس. شوف شلون امشي يا كابتن، حرك يا حليل. أول ما شاف الكاميرا جاء لصق فيها يا كابتن، سبحان الله. كابتن إيش ذا؟ شلون يمشي؟ والله العظيم تنقل معي الدرع. ايش ذا يا كابتن؟ بالله اللي يعرف يعلمنا. شوف ذا المكان يا صديقي، مرة ظلمة، وش هو؟ هنا في شياطين ولا وش؟ الله الظاهر هنا يا كابتن هذا قسم الشياطين والعفاريت. صراحة ما نشوف شيء، لكن الظاهر انه في شيء، الظاهر انهم شياطين يا صديقي، فتعوذ من الشيطان اول ما تدخل هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمه في شيء قمز، كابتن خلينا نحاش بس. شوف ذا هذا ايش؟ هذا ايش يا كابتن؟ شفاط النمل شكله. انا ما ادري ايش حاطينه من اللون الاحمر، يبون يلعبون جيمنج مثلا ولا ايش يا كابتن؟ خلنا نحاش بس، انا صراحه خفت شويه. الظاهر ما خلصنا الحين حول الحيوانات هنا ما تخلص ولا ايش؟ شوف ذا هذا ايش؟ سبحان الله، والله هنا صراحه المكان جدا كبير. بعد ما تخلص من هذا المكان يا صديقي يبيلك تروح تسوي مساج رجول. هذا ايش؟ كابتن انت ايش؟ انت جنو؟ انت في معلوم عربي؟ معلوم قرقر؟ كابتن شوف ايش حصلت الباندا ما حد عنده، هذا الحالة وحداني ولا ايش؟ بس جلسة واضح انه مروق يا صديقي، خصوصا تكة الظهر ذي. شوف حاطي لك هنا حتى رجول فهد، يعني تراك رايح للفهد يا صديقي. شوف شوف هذا هو، شوف النمر يا سبحان الله. عند هنا يا صديقي مكان الغوريلا، شوف شلون جالس ذا، والله شكله طفشان مرة. هذا الثاني شوف سبحان الله، يقول لك هذه جمجمة الإنسان وهذه جمجمة القرد، ما في فرق كبير يعني كلهم مقاربين لبعضهم. عاد هنا يا صديقي إذا وصلت هذا المكان تحصل قسم الطيور، جميع أنواع الطيور الجارحة يا صديقي تحصلها في هذا المكان. وأنا صراحة من قسم الطيور يا صديقي أبي أطير إلى محل مساج الأرجل، أبي أسوي مساج. تعبت يا كابتن، صدق إنها أكبر حديقة في العالم مو فقط في اليابان. أريغاتو غوزايما، ثانك يو سو ماتش، باي باي. وين المساج يا كابتن؟ وأنا قاعد أمشي يا صديقي شوف إيش حصلت، والله العظيم مكان عز الطلب، مساج للأرجل فقط يا صديقي. كاتبين هنا في هذه اللوحة الجميلة إذا دخلت نزل جزمتك الله يكرمكم، والجميل أيضا يا صديقي شوف إيش حاطين لك، شاحن متنقل كابتن.
شوف حاط لك شاحن متنقل. فخلونا الان نجرب المساجنا الياباني في الكراسي اليابانيه يا صديقي. ان شاء الله والله الكرسي فخم يا كابتن. طبعا يا صديقي حاط لك سنوبات الله يكرمكم، ومكتوب العشر دقائق 300 ين، 300 يعني تقريبا دولارين، 7 ريال ونص يا صديقي فقط. ايوه واحد ان شاء الله يشتغل. الله 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 قام يسقع بظهري يا كابتن. كابتن يود في يا زين يا زين. والله العظيم جميل، اول ما يبدا في ظهرك يا صديقي. ويلي ويلا بدا بظهري يا كابتن. دقيقه بس خلني احط يديه، لانه حتى يديك يا صديقي يسوي بها يديك رجوله كل شيء كل شيء كل شيء. مره مره جميل، تخيل حتى من تحت المقعد ذا يقوم يسوي لك مساج. اجمل شيء تسويه بعد حديقه الحيوان يا صديقي. والله شكلي بشتري واحد مثل هذا، وكل ما اسوي فلوق يا صديقي اجي واسوي لي مساج على كيفه. يوضح لك من الفيس يا صديقي. اجمل شيء مني حكحك رجولك من تحت الله يكرمك كذا من تحت ترقبتك هنا يا صديقي بعد فيها مساج. خلوني مستمتع في هذا المكان يا صديقي. اهم شيء يا اصدقائي لا تنسون اللايك والاشتراك وانشروا المقطع الناس اللي تحبونهم او الناس اللي ودهم يزورون اليابان يا صديقي. واهم شيء قبل كل شيء دائما كونوا سعداء، واشوفكم على خير يا اصدقائي. في امان الله. عاد اول ما اطلع من المساج الجميل هذا حط لك هذه الماكينه في العصير هذا، صراحه من زمان ودي اجربه اللي هو دكتور بيبر، صراحه اول مره اخذه، ويعتبر واحد من اشهر العصائر اللي موجوده هنا في اليابان. كأنه كرز يا صديقي. شكرا جزيلا انك تابعت المقطع الاخير، اشوفك باذن الله في المقطع الجاي. السلام عليكم.